وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل بما فيه صالح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وترشدهم إليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة المفتي إلى ما فيه صالح الأمة الإسلامية، وأعنهما وأعن القائمين على شؤون الأزهر الشريف ودار الإفتاء إلى ما فيه رضاك، وإلى ما فيه صالح المسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في تحرير تلقيح المبادئ: نمر سريعا على البيوع الباطلة. باب البيوع الباطلة، وهي التي احتل من فيها شرط من شروط الصحة. قال: هي كبيع ما لم يقبض إلا في ميراث. لو مات رجل وترك بيتا أو ترك مالا فللوارث بيعه، سواء إذا أفرز يبيع حصته إيه واحد لوحده، وإذا لم يفرز له أن يبيع حصته إيه مشاع وموصى به بعد القبول. طبعا كان أوصى له بشيء، ببيت أو بكذا، فله أن يبيعه قبل إيه أن يقبض. ورزق سلطان زي الناس اللي هم بيتحدد لهم مثلا إيه ثمار شجرة أو أفرز له نصيبه، حدد له نصيبه له إيه أن يبيعه إيه قبل أن يتسلم. الغنيمة الأول يتعلق بها حقوق، الأول يستخرج منها إيه السلب، ثم مصاريف الغنيمة إلى آخره، ثم تخمس خمس الأخماس، ثم يخرج منها الخمس وباقي الأخماس للغانمين. فلو تم ذلك وأفرز وتحدد للغانمين، لو كانوا مثلا مات وتحدد لهم نصيبهم كذا، فلو أن يبيعوا إيه مشاعر قبل إيه أن يتسلموا. والموقوف إذا كان موقوف على شخص معين، غلت بستان أو نتاج حيوان مثلا
ما تنتجه هذه البقرة لفلان، وصلوا به، فله أن يبيعه إيه؟ قبل إيه؟ قبل قبل. لو وهب الأب أو الأصل لفرعه شيئا ثم رجع في الوصية، وهب الأصل لا يجوز الرجوع في الهبة إلا أن يكون إيه؟ إلا يكون النعم، إلا أن يكون الأصل للفرع، الأصل إيه؟ للفرع، سواء كان أب أو جد أو أم أو جد. فإذا رجع في الهبة جاز له بيعها قبل إيه؟ قبل أن يقبل. وصيد بشبكة، طالما الصيد مثبت سواء كان طائر أو حيوان بفخ أو شبكة أو قيد، هو طبعا في حكم إيه؟ المقدور عليه، صح؟ يعني مثلا شبكة فيها صيد، فيها حمام أو اصطاد غزال أو اصطاد أي صيد، طالما أثبت يجوز له إيه؟ بيع. المسلم فيه لو بعت شيء في الذمة يجوز بيعه أم لا؟ يجوز، بس طبعا بشروط إيه؟ السبب. ومحترم، لو كان هناك بيت مؤجر بس بشرط علم المشتري إيه؟ أنه مؤجر، صح؟ اشترط علم المشتري إيه؟ أنه مؤجر. قال: وكبيع ما عجز عن تسليمه حالا كالطير في الهواء يجوز بيعه بالنسبة للمسلم بنفس السعر، ويكون إقالة لفظ البيع كما تقدم. لكن لو اختلف السعر زيادة أو نقص لا بالنسبة للمختار. المختار المستأجر، بيت مستأجر، حضرتك عندك بيت مستأجر وبعته على هذا الحال، يصح البيع أم لا؟ بشرط عين المشتري حاله، المشتري أنت عارف بيتك شكله إيه؟ هم مشتري هيروح يشاهد المشاهدة أن فيها الجهالة، في إشكال؟ كيف هو مؤجر؟ هيبيعه هو مؤجر ويستلموا بعض الإنتاج، يعني في بيت مؤجر، في بيت أنت مؤجر بيت من واحد، والراجل ده أراد أن يبيعه، في مانع؟ أن يبيعه قبل أن يأخذه منك، أنت المبتدئ، يعني أنت المستأجر، أو دابة أو سيارة أو نحو ذلك، في مشكلة؟ ها؟ في مشكلة إذا لا ينتهي الوقت، مدة. ما هو بيبيعه في أثناء المدة، المدة سنة أو شهر أو شهرين، فباعه على أن يتسلمه المشتري بعد أيه؟ بعد انتهاء المدة. إلا في إجارة، وتسمية هذا إدخال هذا النوع هنا في تسامح على أن الإجارة ليست بيعا، الإجارة إيه؟ ليست بيعا، لأنك مش ممكن، لأن المنافع تستوفى إيه؟ فشيئا فشيئا، فلا يمكن تسليمها حالا، لكن في
في عداء هنا ايه الاعتبار انها مقابله مال بايه؟ بمنفعه. وغله لا يمكن كيلها الا في زمن طويل، يعني بان باعه كل صاع بدرهم مثلا، لازم يكون كده واضح. غلة إن هي صبر الطعام قمح أو شعير أو ذرة، وتحتاج في كيلها إلى إيه؟ وقت طويل. ففي هذه الحالة يجوز بيعها وإن كان لا يتم التسليم إيه؟ في الحال. باعها إيه؟ كل صاع بدرهم أو كل أردان بمية جنيه. ومغصوب أو آلق لقادر عليه. ومغصوب إيه؟ أو آلق لقادر عليه. فإن لم يكن قادرا عليه بطل، لا يصح البيع. وعين ببلد آخر. وعين إيه؟ ببلد آخر. نتباع واحنا قاعدين في القاهرة ولنا بيت في قرية أو في محافظة أخرى، فأنت تعرف ها لا يبرأ إيه؟ من عين ظاهر أو باطن. من عين ظاهر أو باطن. علمه أم لم يعلم؟ تمام؟ هو شرط كعلم. أيوة. طيب في الحيوان العين الظاهر لا يبرأ منه مطلقا، لأنه إيه؟ غالبا لا يخطئ. تبقى الباطن إن علمه فهو تدليس وكتمان للعيب وهو حرام فلا يبرأ، ولا وإن لم يعلمه إيه؟ يبرأ. فيبرأ من بس من عيبة، من عيب باطن بالحيوان لم يعلم. أما العيب معايا يا شباب؟ ها؟ في غير الحيوان ها؟ لا يبرأ مطلقا. في العيب الظاهر في الحيوان لا يبرأ. في العيب الباطن إذا علمه لا يبرأ. مين المقصود بعلمه؟ الباقي. الباقي. يبقى تدليس تتمني العيب. اه وحرام. يتعيب عنده ويعرف باعي. أو نقد المبيع من مكان البيع، صح؟ من مكان البائع. هذا أمر أيضا يتعلق بغرض صحيح، لأن الآن إذا بعت لك شيء مكان لنقله من مكان البيع قد يكون أريده لما بشتري حاجة وأريد أن أنقلها لي إلى بلدي أو إلى مكان آخر، فهل هذا الشرط يضر بالعقد؟ يضر، وطبعا بيكون في مقابله إيه؟ زيادة في الثمن طبعا، زيادة مصاريف الشحن أو قطع الثمار. طبعا عرفنا في الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إلا إيه؟ شرط القطع. قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إيه؟ إلا بشرط القطع. بعد بلوغ الصلاح يجوز بيعها مطلقا و بشرط القطع. أيوه، لأن الثمرة
قبل بدو الصلاح متعرضة للآفات فربما تتلف، أما بعد بدو الصلاح فخلاص إيه الأمور بقت سهلة خلاص. أوقات الثمار إيه؟ تمام؟ أو وصف يقصد، أو وصف إيه؟ يقصد. فكون العبد كاتبا أو الدابة كذا مثلا لها أوصاف معينة عند أرباب المهن. فأما إذا كان الوصف لا يقصد، لكن اشتراط كون العبد سارقا أو الأمازانية أو كذا أو كذا، هذا الشرط لا إيه؟ لا يجب الوفاء به ولا يقصد. أو ألا يسلم المبيع إلا بعد إيه؟ بس بشرط أن يكون الثمن إيه؟ حالا. أما لو كان الثمن آجل، ها؟ نعم؟ فلا يشترط ذلك، فلا يجوز للبائع أن يشترط ذلك. طب ولو كان مقطع شحنة، يعني لو هيديله جزء ويأجل جزء؟ هو نفس الشيء، لو حتى مؤجل منه، إحنا البائع ده بشرط أن يستوفي البائع الثمن قبل أن يسلم السلعة. أنا ببيع لك شيء وبشترط عليك إنك تدفع لي إيه؟ جميع الثمن. تعالى ستك تدفع لي إيه؟ جميع الثمن. وأنا سلمك الحق. هذا شرط جائز، بس بشرط ألا يكون الثمن مؤجلا، إما بأقساط أو الثمن كله إيه؟ مؤجل. لو كان الثمن مقسط على سنة كل شهر كذا، يبقى هتمنع مني المبيع ليه؟ هتمنع مني الحاجة ليه؟ أما اشتري منك ثلاجة للقسط على 5 سنين كل شهر 100 جنيه، استلمها الآن ولا تقول لي بعد 5 سنين؟ الآن. ها؟ بيعملوا كده شكل في الأراضي. نعم؟ بيعملوا كده في الأراضي. يعملوا إيه؟ يعني ممكن يبيع ويكون هيديله الثمن مثلا على سنة. فما سلموش يعني ما يقسموش النمره زي ما بيقولوا بتاعته الا لما يكملوا باقي فلوسه. ممكن. ممكن طالما عرف عنه ما فيش مشكله. مش عشان ما يبنيش بالعرض المباني عشان احسن رائع ما يحصلش اشكال به. نعم. يبقى ده في حكم الحال. ممكن. او الرد بعين. طبعا الرد بعين هذا مقتضى ايه؟ ها؟ هذا مقتضى العقد. هو ال 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 في الاتيان الحل والتحليلي والإحصاني ونفي الهيئات الإيلة ونفي العمر. ها؟ الإذن نطقا وافتراش القن تصدق بالهيبة. ها؟ نفي الرجل لا يبات الأمن اللي هو رد العين من بعد وطء الشارع. دي على مؤاخذة عزفت لو المرأة الجارية لو باعها ثم وطئها في دبرها ثم وجد بها عيب فردها بها، هل من حق مالكها الأول أن يطلب أرش في مقابلة ذلك؟ لا. ها؟ لا. وكذا لو كانت طيبة، أما لو كانت بكرا يبقى فيها كلام ثاني. تمام؟ قال سيدي ممكن إعادة التصوير لقوله
او بشرط الا يسلم المبيع حتى يصرف ثمنه الحال. حال حال قال وبيع بشرط الا بشرط رهن. طبعا عرفنا هذا من ايه؟ من مقتضيات إيه؟ العقد ولزومه، ربما انا اتوشك غير واثق في المشتري تبطل منه ايه؟ رهن او كفيل معينين لان الايه؟ الذمم بتختلف. انا عايز الشيخ عبد الله هو اللي يكون كفيل، او عايز ما فيش لو شرطت رهن مطلق هتيجي ألم صغيرة تقول لي خلاص خد الألم ده راح والتمن 1000 جنيه. لا شرط أن ترهنني كذا. أما الإشهاد فالإشهاد الهدف منه إيه؟ توثيق العقد، وهو يحصل بأي عدلين. أو خيار برضه مقدم انه جاهز اشتراك او اجل باعه بشرط ان نؤجل الثمن الى شهر كذا او يقسطه كل شهر كذا، هذا ايضا جاهز. اما لو كما قال الاستاذ يعني ايه في الارض مثلا يشترط على المشتري الا يتسلمك الا بعد سداد ايه الثمن كاملا وهو ممنوع طالما في ايه هو هذا الغرض صحيح في ذلك يبقى مبالغ متبقيه كبيره بينتفع بيها والارض ممكن يعني يحصل منهم مشاكل، فبالتالي والله اعلم في هذه الحاله لا مانع، لكن الحاجات البسيطه ثلاجه غساله دي لا يجوز. اللي هو ايه الى اجل او اعتاق خلاص او براءة من العيوب فابرأ من عين باطل من حيوان لم يعلم او نقل المبيع من مكان البائع او قطع الثمار او تبقيتها بعد الصلاح. خلاص كده واضح؟ او وصف يقصد لكون العبد كاتبا او الا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه اذا كان الثمن حال او كان في ايه هناك غلط صحيح في هذا الشرط، لكن اذا كان فيه تعنت او فيه كذا او كذا لا يجوز. اذا كان الثمن حالا او مؤجلا باجال معلومه وكان للبائع ايه هدف او غلط صحيح ما فيش مانع، والله اعلم ده اللي افهمه. سيدنا مشتركين في العقد اصلا ان يكون الثمن حالا صح كده؟ ايوه كده هو البائع اشترط عليه الا يسلمه السلعه قبل ان يستلم ذلك الثمن. لا احنا بنتكلم بقى في حاله الارض اللي هو بيبيعوها بيقول له مش بالسلامه غير لما تكمل كلامك. عشان اعرف عليه. فده هو حكم الحال. ممكن صوره مثلا زي بيو اخ او مستعجل. لا هو بيبيع الارض المباني، انا ببيع لك مثلا 200 متر مش عايزك تبني اشترط عليك انك لا تبني عليها الا بعد ايه؟ تعطيني كامل الثمن. تعطيني الثمن كامل. ليس تقسيما يعني. لا لا هو التفعيل برضه على اقساط واوقات معينه بس، لكن زاد على ذلك هذا الشرط. فلا يضر والله اعلم. او الرد بعين وهذا من مقتضيات ايه؟ ها؟ الرد بعين من مقتضيات العقد وكبيع المنى مثلا
يعني يلمسه ثوبا مطويا في ظلمة ثم يشتريه على ألا خيار له إذا رآه. يعني زي مثلا يديله قطعة قماش ويقول له إذا لمستها فقد وجب عليك وخلاص تلزمك، ولا خيار إذا عرف الطول والعرض. وهذا اختلال الصيغة وللشروط إيه؟ الفاسدة. قال والمنابذة ينبذ ولا ينبذ؟ ينبذ ينبذ بكسر الباء. وأن ينبذ إليه ثوبا على أن أحدهما بالآخر ولا خيار له إذا عرف الطول والعرض، أو بأن ينبذه إليه بثمن معلوم. وإذا استلمه لزم البيع. هذا أيضا من البيوعية الباطلة. قال والمحاطلة وهي بيع البر في سنبله، لأنه غير مر سواء كان باعه بصافي أو بسم، صح، سواء باع البر في سنبله ببر صافي من التب أو ببر إيه في السنبل أو في التب، هذا باطل أيضا. وبيع ما لم يملك. لو باعه من ثمن مش ببر. لا. لو باعه من ثمن مش ببر. باع ايه؟ ببر في سنبله بثمن. طب هل هو معلوم؟ هذا شوف يا شيخ، ليس وقاؤه في سنبلته في سنبله من مصلحة. يجب تصفيته من التب. يعني صح يبيع باع نوع في التب. ها؟ المشتري عادي. نعم. المشتري يمكن يرضى. هو الحكاية حكاية رضا المشتري. ما تبقاش معقلة. لا، رضا المشتري مش شرط. رضا المشتري ده لا يحل حلال حرام ولا يحرم حلال. ممكن يطلع فاسد يبيع له هتحصل مشكلة. هتحصل مشكلة. لا يجوز بيع البر. لا في تبنه. ولا في سبيل. قال وبيع ما لم يملك إلا في سنة، لأن هذا مقتضى السنة. عقدنا حتى أنا وأنت عقدنا على صفقة نسلمها لك في شهر رمضان، طبعا هل أملكها الآن؟ لا. وإجارة، إجارة هي في الذمة توصلني من القاهرة إلى الإسكندرية، هل أنا أملك المنفعة الآن؟ لا. وربا الربا نحل هذا إذا عقد، إذا كان ربويين، خلي بال حضرتك، وعقد في المجلس، عقد بعتك شعيرا بشعير أو أرضا بأرض، مع ملاحظة أن حضرتكم هذه الأمور الأغراض بتتفاوت، ربما هو عايز إيه أرز نوع معين وهيديله نوع آخر. لكن الجنس ايه؟ واحد. انما لو كان عندي نفس النوع ونفس الجنس هبادل ليه؟ في مصلحه؟ لا. فانا ما ليس عندي الان هذا النوع. وايضا العاقد الاخر ليس عندي. وجلسنا اتفقنا العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح اذا لم يتفرق. صحيح اذا لم يتفرق. قبل ما نتفرغ انا هقوم ايه؟ هبعت ابني يشتري الرز، وهو هيبعت ابنه يشتري ايضا ايه؟
رز ونتبادل في المجلس نتقابل قبل التفرق وخلاص يدار بضحك بشيء. نعم؟ الآن نعم. إيجارة الأرض مثلا لو أجر أرض مثلا وفيه شجرة وفي شجرة الثمرة هل يأخذ الثمرة؟ لا الثمرة لمالك الشجرة. يعني لو مالك الشجرة والأرض يعني أذن له مثلا أنا أجرتك هذا الأرض والثمار والشجر كل شيء. أجر له أراح بالثمار. أيوة يعني لو داخل مثلا سوق رحله ولا حاجه يبقى كانه اباحها لك لكنه لا يملكها الا باذن يبقى عرضتها او وهبت لك ثمرتها او نحو ذلك او يكون هناك عرف سائل. نعم يعني عندنا موجود عشان اي نعم السوره بتاع الاوليين حتى هو حتى نعم ماشي مفيش مشكلة. الربويين صورتها عن العاقد البائع والمشتري. احنا جالسين اهو الآن. اتفقت؟ مع سلام انني ابيعه ارتب ارز بارتب ارز. وانا الان لا املك شيئا من الارض وهو كذلك. هل هذا العقد صحيح؟ نعم. الحكم عليه بالصحه وعدمها لا يتم الا بعد ايه؟ الفراغ. اما اخلص كلامي تقول بقى صح ولا لا يصح. خد بال حضرتك؟ أنا بطرح السؤال وأريد هذا الجواب. أنا الآن أنا وسلام بعتك يا سلام أردب أرز بأردب أرز وقف. هنضرب الصور المحتملة كلها ثم تفرقنا على هذا الأساس. لا هو سلم ولا نستلم. بطل العقد. لكن واحنا ما زلنا جالسين الراجل سلام بعت ابنه ولا اخوه قال ارتب ارز بالمواصفات المطلوبه اشتراها شحته واحد وهبه له فنرجع المهم جاب وابني كمان جاب لي ايه؟ ارتب وتقابلنا قبل التفرق صح. طيب هو راح جاب نصف أرداب من أجل غيره يعني. وأنا جبت إيه؟ أرداب. وأعطيته الأرداب وأخذت النصف. ما الحكم؟ تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني إيه؟ صح يعني يصح بالنسبة لأرداب اللي هو تم فيه الشروط يصح ونبطله ايه؟ بالدم يعني معنى ايه؟ تفريق الصح خلاص يا سيدي؟ طيب قضية هل ممكن في سورة السلم مرة أخرى؟ السلم مرة أخرى في سورة حاضر خلي بالك معنا الآن اتفقنا أنا وحضرتك قلت لك أنا أبيع أرداب أرز لأرداب أرز أنت قلت أو سلم أو ربا أو أي لا في السلم هنا بقى بعتك كذا وكذا واتفقنا على البيع وقعدنا الحال إلى المغرب ليس عندي أرز وليس عندك إيه؟ أرز. قبل التفرق لأن المجلس حريم العقد. المجلس إيه؟ حريم العقد. زي حريم الدار. قبل التفرق
انت حصلت الدب ارض بطريقتك، حصلت بقى احنا بنفترض انك حصلت، خد بالك بنفترض انك حصلت بهنا بشراء باي شيء، وانا حصلت الدب، واحنا جالسين قبل التفرق تفضل الدب لك هذا واعطيك هذا الشيء. ما هم فارقة دلوقتي القبض قبل التفرق هو شيء صورة السلم، هو يريد ان السلم يتصور صورة السلم. السلم ده صورته سهلة، ما هو السلم ده في الكل ما مبني على كده. انا ببيع بس ببيع لك كتاب صفة كذا 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 ب 100 جنيه، هات ال 100 جنيه والكتاب هجيبه لك بعد سنة. أنا لا أملك الكتاب الآن. نعم، ولا يستطيع بيعه. نعم. يستطيع بيعه هذا الكتاب. هيبيعه إزاي؟ لا، ويقول إلا في سلم يعني. بيع ما لم مستثنى من إيه؟ بيع ما لم من المحرم. من بيع ما لم يملك. بيع ما لم يملك، أنا لا أملكه الآن. البائع نفسه لا يملكه. أنا بعت لك. المسلم إليه سيدي. أنا بعت لك كتاب. كتاب. كان ب 100 جنيه. أخذت منك ال 100 جنيه وقلت لك هجيب لك الكتاب بقى في شهر رمضان. هل أنا أملكه الآن؟ ممكن أكون أملكه؟ ممكن لا. بس البيع إيه؟ صحيح. صحيح. طب يا سيدنا لو كان ينفع السلم في ربويين، يعني مثلا نتفق ان احنا هنبدل مثلا ارداب برز بارداب برز. ايوه. طب انا ينفع ان انا اخد مثلا انا حضرت الارداب اهوت واديتهولك وحضرتك قلت لي مثلا هديك لا يا قصدك الثمن والمثمن. اه. يعني انا بشتري منك ارداب برز في شهر 10 او ذره. والثمن حالا ارداب برز. اه. صح كده كده؟ ولا ايه؟ اه صح. هي صورة كده. اقصد كده يعني. اه يعني الثمن والمثمن ربويان. اه. فهل السلم يجوز في الربويات؟ بس يكون إلى درجة هل يشترط بقى رأس المال يكون نقد؟ الظاهر والله أعلم لا مانع منه. وفي مانع ثمن. رأس المال سواء كان عين أو دين أو كما الله المحاقلة وهي بيع البر في سنبل. وبيع ما لم يملك إلا إيه؟ ها في سلم. ها وضعت الصور كده؟ نعم. وإيه كمان؟ وربا لو يعني صورة الربا ربما تعجب، صورة الربا زي ما وصفت الحديث، لو عقد في المجلس على ربويين ثم تقابضا قبل أن يتفرق وبيع لحم بحيوان ولو إيه غير مأكول سواء كان من جنسه او من غير جنسه، النهي عنه. يعني لو باع لحم بقره بشاة او لحم بقره بايه؟ بحمار. لا حمار وحش. حمار اهل اي. حمار اهل. ويجوز بيع لبن لحيوان لم يكن في ضرعه لبن للجنس. الحيوان بالحيوان يجوز، ما فيش مشكلة. حتى لو اختلف ما فيش مشكلة. فكبيع شاة لبون بمثلها، لأن إيه؟ لا ندري عن اللبن هل هو متماثل او غير متماثل وهو مقصود في العقد. تمام؟ نعم. وبيع الحصاد.
لأن يبيعه من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد، ما تقع عليه للجهل بالمبيع والإخلال بصيغة البيع. بيع الماء الجاري للجهل بمقداره، بالجهل بمقداره. أما لو كان الماء في حوض أو في خزان معروف قد إيه كذا متر أو كذا لتر يجوز بيعه، لكن إذا كان مجهول المقدار لا يجوز. وبيع الثمرة قبل الصلاح بغير شرط القطع، واحنا عرفنا التفاصيل اللي فيها قبل كده، ولا عايزة تأكيد في حاجة؟ طيب. المنابذة أنا بديلك السوق بتاعك أتبالك على أن الخيار له إذا عرف الطول والعرض، هذه المنابذة. أو أنا مع الثوب مع إيه هذا وأخذ منك، ولا خيار إذا عرف إيه الطول والعرض. إذا تم إذا نبذ أحدهما إلى الآخر ثوبة لزم منك على هذا. إن باع نخلا، التأبير معناه بيجيب النخل فيه ذكر وأنثى، وهذا واضح جدا، وهو في كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فربما تقول ولا يجود الثمر إلا إيه بالترتيح، وأرسلنا الرياح لواقع. هذا واضح جدا في النخل، في نخل ذكر يطلع طلع أبيض، ونخل أنثى بيطلع بلح، فلا يجود هذا البلح إلا بالتأبير، وهو أن يضع من طلع الذكور على الإناث. فإن باع نخلا مؤبرة فثمرتها لمن؟ المالك للبائع الأول. إذا كانت مؤبرة، إذا كانت غير مؤبرة، مؤبرة يعني مؤبرة يعني النخل البلح هذا لا يصلح ولا يصلح للأجيد إلا إذا تم التذكير. يجيب شفت النخل الأبيض ويطلع طالع أبيض، هذا ذكر، ما يطلعش بلح، ما يطلعش ايه بلح. شفت النخل البلح ما يطلعش ايه اللي هو الابيض هذا، فبيجيبه من الابيض على ايه على في البلح، هذا معنى ايه التأكيد اللي هو الترقيح، زي الترقيح، بس طبعا هو بصنعة وله من ناس متخصصين فيه. فإن باع نخلا وعليه إيه؟ ثمرة مؤبرة فهي لمين؟ للبائع. قبل التأبير للمشتري ما لم يشترط غير ذلك، ما لم يشترط البائع والمشتري إيه؟ غير ذلك. فإن اشترط غير ذلك فكما اشترى. وبيع رطب بحر بمثله او بتمر. الرطب
كل الأنواع اللي ما يدخله الربا لا يجوز بيعه رطب منه برطب أو رطب منه إيه؟ يابس إلا اللبن. تمام؟ يعني لا يجوز بيع مبايض فول أخضر وفول أخضر ولا عنب بعنب ولا رطب برطب، لأننا لا ندري عند الجفاف هل يكون متماثلين أم متفاضلين. وسبق عرفنا في باب الربا أن الجهل إيه؟ كحقيقة التفاضل. فإذا باع شيئا من المطعومات بمثله إن كان رطبا سينظر الآن العنب في باب الزكاة، قال إذا كان العنب اللي بيصير زبيب والرطب اللي بيصير كم لا يجوز إيه؟ لا بد أن تخرج زكاة إيه؟ زبيب أو إيه؟ أو كم. طيب إذا كنت أنا محتاج آكل رطب ماذا أفعل؟ ها؟ عندي أي؟ لا عراي بقى. لا مش عراي. مش عراي. أنا الآن عندي نخل وعليه رطب وانتو منعني أبيه ولا أشتري، بتقول عشان بحق إيه؟ الفقراء. يبقى يخرص، يجي واحد يخرصه الخالص ويتحول حق الزكاة من العين إلى إيه؟ إلى الذنب. وأقول كما أشاء وبيع كما أشاء وكل شيء تمام، ويبقى فيه إيه؟ علي حق الفقراء. هناك علب بس المحل إذا كان العلب لا يتذبح أو الرطب لا يتذبح فماذا نفعل؟ تخرج زكاته رطبا او عنبا. طيب هل هنا كذلك في محل نظر؟ والله اعلم لم ارى التعرض له، لكن لا يعني ما في محل نظر. اذا كان العنب لا يصير ايه؟ زبيب. لو مش كل العنب اللي بيبقى زبيب ومش كل الرطب اللي بيبقى ايه؟ تمر. فهل يجوز بيع الرطب في هذه الحالة؟ وعلى حاله كده. أيوه. لا والله أعلم ننظر فيها. خلاص كده إيه؟ وبيع رطب بمثله أو بطبل وكذا العنب بالزبيب أو بعنب وكذا إيه؟ الفول الأخضر بالفول الأخضر. قال وبيع بر مبلول بمثله او بجاف ولو جف البر المبلول. البر المبلول اللي بيعملوه بليله زي القمح حتى ايه لا يجوز بيعه سواء كان بمثله او بايه بجاف. لماذا؟ للجانب ايه؟ التماثل. للجانب التماثل. نعم. قال وبيع لحم طري بمثله او بقديد ويابس او بقديد. اللحم هو في اللحوم انواع اجناس، لحم البقر جنس، لحم الشاة جنس، لحم المعز جنس، الإبل جنس،
لكن لا يجوز بيع اللحم بمثله. وما كان ما عادش حد النهارده بيجفف اللحم كده. في بيجفف لا في ناس برضه ممكن يجففوه. فاللحم القديد بمثله مجفف، لكن اذا كان لحم طري لا يجوز بيعه ايه بمثله ولا ايه ولا بقدر. اذا كان اللحم الطري لا يجوز بيعه ولا لا بمثله ولا ايه بقدر. مجفف اللحم بيقدروه في الشمس. انت تعرف حضرتك ايام التشريق، لماذا سيمت ايام التشريق؟ وقال على رسول الله انها ايه اكل كانوا يقددون اللحم يشرقوه يجففوه في الشمس، لان اللحم كان بيبقى كتير. فلا يجوز، المهم لا يجوز بيع الربويات المطعومات الجهل بالمماثله في حقيقه ايه المفاضله. فلا يجوز بيع لحم قديد بايه مرات قديد مجفف مجفف مثل هذا خبط عليه ايه مثل هذا. الطري يجفف الطري لا اللحم اللحم يجفف يجفف في الشمس. تعرف البسطرمة تعرف البسطرمة زي بعيد الخبز الجاف اللي هو خبط عليه لا جاف زي مثل هذا شو اعرف عشان ما ينتجش ويابس ويابس بمثله متفاضلين إن اتحد الجنس. كل إيه جنس متحد لا يجوز بيع الرطب منه أو الطري جرار أو طري أو بقدر أو بجرار. كمان مرة أكيد لا بد أن يكون اللحم منزوع العرض وإلا فلا يجوز، لأننا لا ندري مقدار العرض. المشكلة لازم يكون منزوع منه العرض، يكون منزوع منه العرض، يكون جاف. عايز تبيع لحم بلحم يكون ايه مشفت زي ما بيقولوا. البر المبلول زي ما انت عارف البليله غلى سيدي لما القمح الغلي القمح بيبلوه في الماء لاي سبب، مش لازم عشان يعملوه بليله يصطادوا بالغله لا يبلوها ويصطادوا. فاي شوف حضرتك اي شيء رب بجنسه لا يجوز لا رب برب معايا سيادتك لا ايه لا رب برب ولا رب بيابس. لكن يابس بيابس نعم، اما اذا كان الاجناس مختلفه فلا يجوز. يعني اللحم الطري من الابل اللحوم سيكون تقاومه، والخلول اجناس واللحمان اجناس والخلول اجناس والانهار اجناس. يعني يجوز تهم سمسم زيت السمسم اللي هم يسموه ايه؟ الشير زيت العافيه زيت الزيتون كل هذه ايه؟ اجناس. يصح بيع زيت الزيتون بزيت العافيه متماثلين او ايه متفاضلين. طب اللحوم المجمله شو مثلا يكون التفاح احمر على تفاح اخضر هل هذا بده التفاح والله اعلم ولو حاله جفاف لا لا هو يبقى على هذا يجوز بيعه بعضه ببعض بس يكون ايه مماثل يعني ربويه اي ربويه مثل بطاطس بطاطس اي شوف حضرتك ثم اعتباره ما يجب
بالجفاف الكامل. فلا يجوز كل ما يجب كل ما له حالة كمال وحالة جفاف في الربويات في المطعوبات يعني لا يجوز إلا إيه؟ إذا جف تماما. ويقصد مولانا مثلا في تفاح مثلا ب 20 جنيه وفي تفاح ب 15 يعني أهو مولانا ممكن يكون إيه؟ يبقى يبيع بقى ويشتري أحسن. لأن التبادل هنا هيبقى صعب مش هيديه بالمثل مش هيبقى فيه مماثلة. لكن التفاح مماثلة يجوز لأنه هو مطعوم ومالوش حالة إيه؟ جفاف. مماثلة وقبض في المجلس كل شيء. حمل المجمدات المجمدات الشحنة دي تبقى اللحوم المجمدة هل تدخل في اللحم الجاف على سنها نشفت خلاص كده مثلا بقت؟ اللحوم المجمدة ليست مقدمة وإنما هي حضرتك قلت إيه؟ قلت إيه؟ مجمدة. أنا عايز أسمع سيرة. عايز أسمع عن سيرة. قلت إيه؟ هي اللحمة مجمدة. مجملة. مجملة تسيبها شوية تعود إلى هي تعود لها بطريقة طريقة لكن أنا عايزها مقددة مقددة يعني جفة تخبط عليها كده زي الصلصال في الحالة دي تجوز بيع بعضها ببعض لكن المجملة في الفريزر دي اسمها إيه؟ مجملة تطلعها ساعتين تلاقيها إيه؟ طرية بقى بتنزل لك طريقة. طيب نقرأ بقى الشرح كده هذا الشرح القوي لا من أول الواقع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كتاب تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللغات باب بيان البيوع الباطلة. قال هي كثيرة كبيع ما لم يقبض أي لم يقبضه البائع إلا في ميراث وموصى به ورزق سلطان. ورزق سلطان بأن عين لمستحق في بيت المال قدر حصته أو أقل وغنيمة وريع وقف من نتاج وثمرة وغيرهما وموهوب استرجع من المسترجع من المتهب وصيد مثبت بشبكة أو نحوها. إشكال في أي حاجة مفهومة الموضوع يعني لا الريع بس النتاج اللي يعني قلنا ايه نوصله البقرة فيجوز يبيع ما ولا يجوز قبل ايه ها قبل القبض ما عرف تفضل بابا اعطاك قلم وبعدين قال لك يا ولد يا سلام هات القلم تقول حاضر يا بابا جبت عطيت القلم ولم تجد ابد هو باع يجوز بس هي لا عكسه لا الهبه لا يجوز الرجوع فيها الا ايه الاصل الفرع بس يلا قال وصيد مثبت بشبكة أو نحوها ومسلم فيه ومقترا وغيرها هو من زيادة كمشترك ومال قرار كمشترك ومال قرار ومرهون بعد انفكاكه ويستثنى من الميراث ما لو كان المورث لا يملك بيعه لكونه مات قبل قبضه. واضحة الحكاية الأخيرة دي؟ نعم سيدي. ها؟ أصلا المورث لما موضوعش أساسا. أيوة المورث لم يقبض والوارث بيحل محل مين؟ الوارث. خلاص مشترك ومال القرار بقى. نعم مشترك ومال القرار شركاء مشترك انا وانت شركاء في سياره انا وانت شركاء في سياره
أنا بعت نصيب صح قبل أن نتصل السيارة نسمها إزاي ها يصح لا إيه مال بس هي نص السيارة ما فيش فيها نص لا ما هو يحل محلي ما هو مشاع هو هياخد قدام وراخد ورا ها هيحل محل لو شرط هذا الشرط فيما يدل خصماته لا يصح البيع لإتلاف المال يعني لو الشركة بعت لك النصف المحمول ده مشاع صح؟ صح مشاع لكن لو بعت لك الجزء الأمامي هنكسره وهكذا كل ما ما لا يقبل التسم يحل يجوز بيع مشاع على محل محل تفضل قال وكبيع ما عجز البائع عن تسليمه حالا كالطير غير النحل في الهواء الا في سته اشياء اجاره وسلم وغله كثيره لا يمكن كيلها الا في زمن طويل زي ما اتفقنا وبعده ايه الغله الكيله وكذا او الاردب وكذا قال منصوب او ابق لقادر عليه هو اعم من قوله ممن هو تحت يده وعين هو أعم من قوله وعقار ببلد آخر أو نحوه فيصح البيع في كل منها وإن عجز البائع عن تسليمه في الحال لأن المشتري يصل إلى غرضه فيها وكبيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة للنهي عنه في خبر الصحيحين كأن يقول البائع إذا نتجت بالبناء للمفعول أي ولدت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها أو بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل بنتاج ناقة معينة ثم نتاج ما في بطنها أي مؤجل بنتاج نتاجها بكسر النون وبطلان البيع من حيث المعنى في النوع الأول لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وفي الثاني للتأجيل لأجل مجهول قال وبيع المضامين وهي ما في أصلاب الفحول وبيع الملاقيح وهي ما في بطون الإناث للنهي عنهما كما رواه مالك في الموطأ ولما مر والمضامين جمع مضمون بمعنى متضمن أو متضمن ولما مر هذا حاجة كده هو أنه بيع إيه ما ليس معلوما ولا مقدورا على تسليمه وإلا فكل منهما مملوك لوجوده قال والملاقيح جمع ملقوحة وهي جنين الناقة والمراد هنا أعم من ذلك قال وبيع بشرط كبيع بشرط بيع أو قرض للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره إلا 13 بيع إلا ثلاثة عشر بيع بشرط رهن أو كفيل معينين لثمن في الذمة للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما ولا بد من كون الرهن غير المبيع أو بشرط إشهاد لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يشترط تعيين الشهود لأن الأغراض لا تتفاوت فيهم فإن الحق يثبت بأي عدول كانوا أو بشرط خيار لما مر في بابه أو بشرط أجل معين لقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أي معين فاكتبوه أو بشرط اعتاق للمبيع بخبر الصحيحين عن بريرة أن عائشة رضي الله عنها اشترتها بشرط العتق والولاء ولم ينكر صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء لهم بقوله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى إلى آخره ولأن استعقاب البيع العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه أو بشرط براءة من العيوب في المبيع ولو غير حيوان فهو أولى من تقييد الأصل الصحة بالحيوان نعم
استعقاب البيع العتق، ولأن استعقاب البيع العتق عهد إيه؟ في شراء القريب، يعني هو الوقت اللي يشترط عليه إنك تعتمد. تقول حضرتك أنا ما بيع لك عتق، واشترط عليك إيه؟ إنك تعتمد، بس بشرط أن يكون الإعتاق عن مين؟ عن البائع أو مطلقا لا عن أجنبي ولا عن المشتري. في هذه الحالة يجوز. طب إيه؟ لأن استعقاب البيع للعتق، استعقاب العتق للبيع عهد إيه؟ في عز حضرتك سيأتي في كتاب العتق. لو اشترى أصله أو فرعه عتق عليه. فهمت حضرتك؟ لو اشترى إيه؟ لو ابنه عبد فاشتراه، ومجرد الشراء يصير حر. إذا لو اشترى أباه. هو أباه الأصل أو الفرع، الأب الجد، جد الجد، الأم أم الأم، الجدة جدة الجدة، كل الأصول أو الفروع. اشترى ابنه، بنته، بنته، بنت ابنه، كلها. لا. صورة الصورة ليه؟ الصورة اللي احنا فيها. على ايه؟ نعم. باعه بشرط الاعتاق. هو أنا باعه عبدا بشرط أن يعتق، أن يعتق. لا بس، مفيش غير كده. يصير عتيقا بمجرد البيع. أي؟ طيب الولاء يكون بمنزل. الولاء لمين؟ للأعتق. المشتري. للأعتق. للمشتري. طيب وليه فكره ان احنا قلنا يعتقه عن البائع؟ لا ده لو قال اعتقه عني بس الولاء برضه للايه؟ للمشتري. ايه فكره ان هو عنه؟ عنه مثلا عن كفاره او عن كذا. لكن الولاء لمن اعتق كما قيده رسول الله في حديث بليغ. قال: بشرط براءة من العيوب في المبيع ولو غير حيوان فهو أولى من تقييد الأصل الصحة بالحيوان، فيبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره، فلا يبرأ من عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقة، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا، ولا من عيب باطن بالحيوان علمه، وذلك لأن الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طباعه، فقل ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في حيوان أو غيره لتلبيسه فيه، وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه، أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان، وله مع الشرط المذكور الرد بعيب حدث قبل القبض لأن الأصل والظاهر أنهما لم يريدا، أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع لأنه تصريح بمقتضى العقد، أو بشرط قطع الثمار أو تبقيتها بعد بدو الصلاح هو أولى من قوله بعد التأبير، وذلك للإجماع في الأولى ولأمن الثمار من الآفات غالبا في الثانية بخلاف ما قبل الصلاح، فإذا تلفت لم يبق شيء في مقابلة الثمن، أو بشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا لأنه التزام يتعلق به مصلحة العقد ولم يقتضي إنشاء أمر مستقبل، فلم يدخل في النهي عن بيع وشرط، أو بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه الحال، أو بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه بحال يستوفيه،
ألا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه الحال، أو بشرط الرد بعيب وكبيع الملامسة للنهي عنه في خبر الصحيحين كان يلمس بضم الميم وكسرها ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه عن رؤيته، أو بأن يقول إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاء بلمسه عن الصيغة، أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخيار اكتفاء بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير. قال: والمنابذة بالمعجمة للنهي عنها في خبر الصحيحين بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما مقابل بالآخر ولا خيار لهما إذا عرف الطول والعرض، أو بأن ينبذه إليه بثمن معلوم اكتفاء بذلك عن الصيغة والبطلان فيهما وفي الملامسة من حيث المعنى لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد. قال: والمحاقلة وهي بيع البر في سنبله بصاف النهي عنه في خبر الصحيحين ولعدم العلم بالمماثلة ولأن البر مستور بما ليس من صلاحه، وبيع ما لم يملك لخبر لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك، رواه الترمذي وحسنه. قال: إلا في سلم وإجارة وربا واقعين على ما في الذمة. واقعين ولا واقعين؟ سلم وإجارة كل واقعين أيضا. قال: واقعين على ما في الذمة فيصح كل منهم منها. ما صورناه الإجارة طبعا على ما في الذمة. والسلم والربا برضه لو يباعوا شيء. واتفقوا وتقابضوا قبل التفرق. سوف الحشية يقول واقعين. أيوه أنا عايز أقول أيوه. يقول إيه؟ قوله واقعين بلفظ المثنى عائد للإجارة والربا. نعم. أما السلم فلا بد أن يكون في الذمة. قال: إلا في سلم وإجارة وربا واقعين على ما في الذمة فيصح كل منهما، وإن كانت المنفعة والمسلم فيه والمبيع غير مملوكة حالة العقد، كبيع لحم بقر ببقر أو بشاة أو بحمار للنهي عنه في خبر الترمذي، وكاللحم الإلية والقلب والكبد والطحال والكلية والرئة. كل هذه هي ما حكم اللحم. والجلد إذا لم يدبغ. نعم. يكون بيع نجح. لا كل اللحم. ما كل لحم مذكى يعني. زي مثلا جلود الحمام او جلود الدجاج، بل هي اشهر ما يؤكل. تمام؟ فيحكمها كذلك، اما اذا دبر خلاص، واذا كان جلد شاه او جلد بقره ياخذ نفس حكم اللحم. نعم؟ لا ياخذ. إذا كان الجلد المعتاد أكله زي الدجاج أو الحمام أو الحيوانات دي، أما الشياه لا، إلا إذا كان خروف صغير ممكن يشوى بحاله يبقى يأخذ نفسه. تفضل. لأن أنا لو الجلد طبع ينفع أن يبيع الجلد اللي جوه، أما إذا لم يطبع ما ينفع. لا، هو إذا الجلد المذبوع ولا غير المذبوع؟ مذبوح. إذا كان الجلد صغير لحمه يؤكل معاه حق اللحم، إذا كان بعير كبير لحمه لا يؤكل معاه لا يأكل حق اللحم. أنا أقصد وليفة إذا بالجلد.
ما هو لو دوب خلاص خلاص خرج واحد اكل فيه ايه بقى ماشي ماشي التاني بس تقليد بالذات. قال ويجوز بيع لبن بحيوان ولو مأكولا إن لم يكن في ضرعه لبن من جنسه أي من جنس ذلك اللبن، وذلك بأن لم يكن في ضرعه لبن أو كان لكن من غير جنس ذلك اللبن، كبيع لبن بقر بشاة لا لبن في ضرعها أو فيه لبن، فإن كان من جنسه كبيع لبن بقرة ببقر كبيع لبن بقر ببقرة في ضرعها لبن لم يجز للربا لكونه من قاعدة مد عجوة وكاللبن البيض وتعبير بما ذكر أعم مما عبر به. قال وكبيع شاة اللبون بمثلها لما مر وكالشاة اللبون كل حيوان مأكول لبون أو فيه بيض وفارق ذلك قاعدة مد العجوة مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم لا يجوز لأنهما ربويان بعض هي كده قاعدة دائما مذكورة مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم عايز يقول انه لو قليل يعني شفنا لا يعني لان الصنفان ربويات يا ترى العجوة دي تسوي بايه والمبلغ والدرهم بالمقابل بايه درهم درهم اه زي ما بيقول في الرياضيات كده سين وصاد لا قاعده كده مشهوره زي سين وصاد لا ما اعرفش الرياضيات لا يعني انا عايز اقول لك انا هقرب عليك انا ببيع لك كيلة ذرة ودينار ذهب كيلة ذرة ودينار يجوز لأن لهما صنفان ربويان وهم لا يجوز نحن قلنا قبل كده الربا غير معقول المعنى وهنا في المجموع الشيخ النووي في المجموع بيقول طب. ايه وهي أن تشتمل الصفقة على مال على مال واحد من أموال الربا من الجانبين ويختلف مع ذلك أحد العوضين أو كلاهما جنسا أو نوعا أو صفة أيوة هي كده ولو في المجموع بقول للسلم زي ذرة ذرة بذرة ذرة وأرداب بذرة ودينار لأرداب بذرة ودينار طيب إذا كان الذرة جاف الدينار جاف ومثل والدينار مثل لا 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 يا بابا لا قال وبيع الحصى بالنهي عنه في خبر مسلم كان يبيعه من هذه الاثوار ما تقع عليه هذه الحصى العجوة يا سيدنا عجوة عجوة او بلح او تمر او اي حاجه مؤلف ان يجمع بين هذه الحركه أن يجمع بين صنفين وهي أن تشتمل الصفقة على مال واحد من أموال الربا من الجانبين لا. ويختلف مع ذلك أحد العوضين أو كلاهما جنسا أو نوعا أو صفة أيوة هو في أنت عندك درهم لما يكون مد عجوة مد عجوة ودرهم فهم يا جماعة في العقد منهم لا في هنا طب خلاص انا اوصل عايز حاجه شكرا يا عم 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 صفقة واحدة ربويين طب انا فهمت لكن لو باع عجوة بعجوة مفيش مشكلة عجوة بعجوة لا العجوة لا انا يعني المهم يجمع بين ربويين يعني لو باع تمر بتمر ممكن زبيب بزبيب ممكن العجوة اللي فيها ايه؟ ده رطوبة لسه ما بتفتش إلا إذا كانت بقى زي ما قلت لحضراتكم
لا تتحول الى زميل في محل نظر. قال: وبيع الحصات بالنهي عنه في خبر مسلم كان يبيعه من هذه الاثواب ما تقع عليه هذه الحصات، أو يقول له: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بكذا، أو يقول: بعتكه ولك الخيار إلى رميها. والبطلان في ذلك من حيث المعنى المجهل بالمبيع، المجهل بالمبيع، الجهل بالمبيع، الجهل من حيث المعنى للجهل المبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصغار. قال: بيع الماء الجاري أو النابع ولو مدة معلومة، لأنه غير مملوك وللجهل بقدره، ولو كان مملوكا امتنع أيضا للعلة الثانية، فإن كان راكدا جاز بيعه. وبيع الثمرة قبل بدو الصلاح هو أولى من قوله قبل التأبير بغير شرط القطع، أي بشرط التبقية أو مطلقاً للنهي عن بيعها قبل الصلاح كما مر. أما بيعها بشرط القطع قبل الصلاح أو بغيره بعده فجائز. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وبارك الله فيكم وعليكم، ونفعنا وإياكم بما نعلم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.